2019 وبعد إدخال هذه الوجوه على المشهد، حمدوك وجبريل ومناوي وغير ذلك من هذه الوجوه والأحزاب السياسية، نعم، هل استطاعوا أن يحققوا شيئا من أهدافهم في هذا الإطار، بالتحديد فكرة حرف بوصلة الشعب السوداني المسلم بطبيعته، طمس هوية الشعب، تأثيره مع الشباب على الشباب، ما الذي حققوه في هذا؟ هو طبعا بالإضافة للاستخدام بالنسبة للبيئة، تمهيد البيئة، ويعني حذف كثير من القوانين التي كانت تجرم كثير من الأعمال الغير مقبولة يعني شرعا ومقبولة دينا، وبعد ذلك أصبحت الممارسات أخي محمد للمساعدة في هذا الانحراف. تصور أخي محمد كمية المخدرات اللي كانت يعني يدار بها حتى الحركة بتاعت الثورة، ما تتخيل كمية المخدرات أصبحت قد شنو. مش كده، تم إنشاء مصانع في داخل السودان لإنتاج هذه المخدرات، فكانت الحرب يعني والأناشيد تم توظيفها بهذه الصورة، إنك تسكر وإنك تلقى العرقي والبنجو بدل الإيه، يعني ما تتخيل عملية ممنهجة إعلاميا وعمليا يعني بصورة غير عادية. بعد ذاك وبالذات كان المستهدف الشباب، يعني الناس الكبار طبعا ما يعني ما كان فيه طريقة، لأن صعب استهداف صعبة، نعم، لأن كان الشباب وحتى الأطفال. أخي محمد هل تتصور إنه حتى في المدارس أصبح يستجلب بعض الحلويات، وهذه الحلويات التي يكون في يعني مصنعة أو مخلوطة بمخدرات للأطفال في مدارس تحت يعني 10 سنين وثلاثة سنين أو 6 سنين وسبعة سنين، كان هذا المنهج بهذه الصورة والاستهداف بصورة واضحة جدا. لكن زي ما قلت لك إنه هذه المسألة للأسف الشديد الجماعة ديل الغربيين، والحمد لله يعني دائما برضو من كثير من الصالحين في وحتى السياسيين يعني، وأنا أحسب أنهم كذلك الصالحين، يعني يتكلم بصورة جدا، يقول أخواننا والله السودان ده ما تخافوا عليه، السودان ده عنده رب يحميه، يعني كل الكلام اللي بيدور ده ما تتصور كمية من المسائل، مرات تحدث أشياء يعني أنت خلاص بيفتكر أنه الحكاية دي انتهت، تحدث أحداث، هذه الأحداث تغير البوصلة كالذي يحدث الآن. أنت تتصور أنه لو المخطط بتاع الإطار ده كان مشى ومشى لنهايات وخلوا المجموعة دي تجي يعني تستلم السلطة ويكون البندقية بتاعتهم لإنفاذ المشروع اللي هو حميتي، واللي حميتي بتنسيق كامل من الأمارات اللي هي عندها فوبيا من حاجة اسمها إسلاميين، وكذلك من الغربيين، اللي هو كان الخطط الموجودة لاستئصال كافة الإسلاميين الموجودين في داخل السودان وحتى يمكن أن تطال في الخارج السودان بهذه الصورة. ده كان هذا المخطط. زي ما قلت لك هذا السودان إن شاء الله يعني عنده رب يحميه، وإن شاء الله هذه الذي تم إن شاء الله يكون فيه خير. هل معنى ذلك يعني لو ربطنا هذه الحرب بالحرب التي تدور الآن والمعارك، معنى ذلك أنه حميتي لو دحر يدحر معه هذا المشروع بأكبر؟ تماما وهذا معنيه عنده، يعني البرهان ليس جزءا من هذا. البرهان مشكلته يعني كان يمكن أن يكون طرف في هذا المشروع، وكان يمكن أن يكون في طرف في هذا المشروع، ما عنده مانع من حيث مبدأ، من حيث مبدأ، ودي واحدة بالمناسبة من إشكالة البرهان. أخ محمد يعني معظم العسكريين اللي استخدموا في السلطة كان بتكون خلفهم قوة سياسية، بغض النظر هذه القوة السياسية توجهها شنو، لكن هذه القوة السياسية كان بيكون عندها مشروع، وهذا المشروع يتم إنفاذه بهذه المجموعة التي استولت السلطة في السودان. البرهان ما يعني هو جابوا الظرف التاريخي اللي هو كان من يعني بعد ما تم الضغط، ودي طبعا كانت مرتبة لإزاحة ابن عوف، فبالتالي وجد نفسه في هذا الموقع، ما هو ذاته كان مصدق، يعني ليس له لا سند ولا حاضنة سياسية وحاول طبعا حاول هو وحاول المصريين كذلك معاه انه يعملوا له سند بواسطة الحزب الاتحادي الديمقراطي وكذلك بواسطة الطرق الصوفية الى حد ما، لكنهم فشلوا في انه يعملوا له حاضنة سياسية زي ما حاول حميتي انه يعمل حاضنة سياسية بالمال، يعني ناس الطرق الصوفية كذلك حاول يجمعون حوله، ناس زعامات القبلية حاول يجمعون حوله، فبقى انه الاثنين ما عندهم يعني
يعني سند سياسي يمكن يكون خلفه يمكن يخطط ليهن. فحميتي انا سمعت انا خد ما بعرفه لكنه علي قد سمعت لي تسجيل من ناظر الرزيقات اللي هو الناظر القبيله اللي بينتبه لها حميتي يتكلم بيقول انه حميتي ده خان المؤتمر الوطني وخان الحركه الاسلاميه اللي هو كان جزء منها. يتكلم هكذا يعني. نعم. انا ما بعرف دي يعني هل منتماه وما انتماه حقيقه دي ما بعرفها، لكن بعرف انه يعني عمر البشير هو الذي كان سبب في ايجاد حميتي. نعم. لكنه كان مسيطر عليه وكان خطيه ورا يعني، او على الاقل كان بتعليمات، ما كان عنده بعد سياسي حميتي. بعد ما تم الانقلاب اصبح حميتي طبعا يعني متمدد، اصبح عنده صفه سياسيه واصبح الطموح عنده على سنه يحكم البلد. البرهان زي ما قلت لك واحدة من إشكالاته زي ما قلت لك ما عنده سند سياسي، وفشل أول قوة كانت عاوز أعمل له سند سياسي فشلت في ذلك. وهو في ذاكرته وفي مشاهده وما عايشه طيلة الأربعين سنة قضاها في القوات المسلحة اللي هو العداء السافر من الغرب لقادة القوات المسلحة واللي كلهم أو معظمهم أصبحوا مطلوبين بواسطة جنائية دولية. فبالتالي بمجرد ما تم التغيير واصبح البرتغال نمره واحد، الجماعه دول جهوا بشنباتهم وبرموا شنباتهم تعمل كده وتسوي كده. يعني في البدايه ربما كان هنالك جزء من الوطنيه والتدريب والتربيت والى اخره، لكنه يعني بمجرد ما ضغطوا عليه كانت الانحناء الاولى. فعندما تحدث الانحناء الاولى فبالتالي اصبحت الاستجابه بصوره مستمره، واصبح هو يعني هذا الاكتشاف اللي اكتشفه لحكاية العداء اذا كان الاقليمي من الامارات. نعم. او من الغرب من الاسلاميين اصبح واحده من المفردات الاساسيه الموجوده في خطابه وفي كل الخطابات، حتى تحصل اي حاجه، حتى يعني عندما يكون الاسلاميين دعم له في اي من غير اللي هو دعم غاتم بكل القوات المسلحه لموقف سياسي معين. جميل. فيجي يعمل له مناسبة عشان يعمل فيها هجوم بالنسبة للإسلاميين. لكن زي ما قلت لك الآن الوضع التغير فيه اللي هو في تقديري الحضور الكام متأخر بالنسبة للقوات المسلحة كقوات مسلحة. القوات المسلحة يعني كانت في البداية طبعا حسب التراتيبية العسكرية ووجد البرهان رقم واحد، مهما حصل في خلافات مهما حصل خلافات كان يعني لا ليس هنالك خروج من هذه المسألة. لكن بفتكر بعد الذي حدث في طيلة هذه الفترة وتم وبالذات الحسم اللي بقي بصورة واضحة جدا ومشكلة، يعني حتى معظم الضباط الذين كانوا أبعدوا من القوات المسلحة بسبب موقفهم من الدعم السريع، ده موقف أصيل بالمناسبة في القوات المسلحة. نعم. الآن عادوا للخدمة مرة ثانية نعم. وبالتالي القوات المسلحة الآن يعني وحتى في كلام أصبح يتكلم عنه الفترة البائسة اللي كانت تمت لن يصبح لها مرة أخرى. نعم دكتور. نعم. خالد، إذن ذكرت الحقيقة وسألت عن البرهان وعلاقته بهذا حتى لا يفهم أن البرهان يدافع عن الإسلام، ولكن نعم. حميدتي هو رجل هذا المشروع. نعم. وهذا واضح. من سيتصدى لهذا المشروع؟ وأختم معك بكلمتين للمشروع الغربي. نعم. يتصدى عليه الآن الحكاية أصبحت واضحة اللي هو يتصدى عليه الجيش السوداني زائدا الشعب السوداني. جميل. يعني الشعب السوداني الآن ما تتخيل دي في فترة أنا في تقديري من خلال متابعتي إنه الفترة لم ينعم الجيش السوداني بدعم شعبي. شكرا. مثل هذه الفترة الآن. شكرا. فبالتالي الشعب السوداني زائد الجيش السوداني هو الذي يعني يحدد الاتجاه في. شكرا جزيلا لك دكتور خالد حسين البحث المحلل السياسي السوداني، كنت معي في هذه الحلقة من مسلمون حول العالم. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن طيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.